السلام عليكم، نتمنى كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بالجميع في القناة. كيفية اليوم أروع، مربى أو معجون البرقوق الأحمر والأصفر؟ صدقوني يا البنات يجي من أروع ما يكون. بروفيتو مادام راه كاين في الأسواق وجربوا هاد الوصفة، المقادير راهي مضبوطة، ما عليكم غير تشوفوا الطريقة والخطوات. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. إذن عندي هنا البرقوق، راح نغسله مليح ونقطره. راح نعطيكم هنا المكيال أو المقدار بالكيلو، وانتوما والكمية اللي عندكم. كاين بزاف اللي عندهم شجور وعندهم كميات كبار اكسيتيرا، دونك أنا نعطيكم بالكيلو وانتوما ضعفوا المقادير. بعد ما غسلته مليح نبدأ نقطع فيه هكذا إلى قطع باش نحيلو العظمة اللي تجي في الوسط. وبعدها نوزن الكمية تاع البرقوق اللي كنت نحيت منو العظام، ونوزن الكمية تاع السكر. هنا راح نفهمكم على كمية السكر. إذا كان عندكم البرقوق شوية قارص يعني شاد روحو وحامض شوية، ديرو عبر بعبر، يعني عبر تاع البرقوق مع العبر تاع السكر. إذا كان عندكم شوية شوية يعني متوسط، ما هو حامض، ما راهو حلو، ديروا 800 غرام. انا حطيته هنا في الطنجره اللي كانت شويه ثقيله، زدت معاه 800 غرام تاع السكر، ونزيد عصير نصف حبه ليمون تقريبا 2 ملاعق الى 3 ملاعق. اذا كان ما عندكمش العصير تاع الليمون او القارص، ديروا قطعه صغيره قد الحبه تاع القمح تاع الشب، باش هكذاك تتفاداو المعجون تاعكم يتسكر لكم من بعد. نخلطو هكذا بملعقه تاع الخشب ونحطو فوق النار. نفس الشيء انا درت هنا البرقوق الاحمر، كنت غسلته وقطعته، نحيت له هذيك النواه اللي تجي في الوسط، ودرت له 800 غرام تاع السكر، ودرت له ثاني عصير القارص او الليمون. نحطهم في زوج فوق النار اللي تكون هادئه. هنا لازم تتاكدوا او ناكد لكم عفوا، لازم النار تكون جد هادئه، تخلوه على غرضه. هذاك السكر راح يذوب مع البرقوق، والبرقوق ثاني راح يطلق كميه تاع الماء. هنا ما راحينش نزيدوا كامل الماء، ويبقى على نار هادئه كما راكم تشوفوا. دو طون زون طون تجيبوا الملعقه تاعكم وتحركوه. وشوفوا معايا هنا راهو بدا يذوب هذاك السكر، وبدا البرقوق يطلق في كميه الماء اللي فيه. شوفوا تبقاو دائما تحركوه هنا بعد 10 دقائق هكذاك على نار هادئه. من بعد شوفوا كيفاش يولي الخليط تاعي او المعجون تاعي. في هذه المرحله كي تشوفوا هكذا زيدوا النار، يعني قووا النار، وبقاو دو طون زون طون تخلطوا. وكي تشوفوا هذيك الرغوه دارت من فوق وبدا يغلي، تنحوها طبعا، هي اللي راح تفسد لكم المعجون تاعكم. وتحسبوا له تقريبا 21 دقيقه. من بعد ديروا التجربه لي مورفين، نديروها مع بعض تاع الصحن، ديروه في الفريجيدار او في الكونجيلاتور باش ديروا تجربه باش تشوفوا اذا المعجون تاعكم راه واجد ولا لا. فوالا البنات، بعد 20 دقيقة جبت الصحن تاعي، نرفد هكذا شوية بالملعقة، نشوفو ولا يهبط هكذا غير تقيل، يعني شوية بدا يتقل. هنا راحين نطفو للنار، ما تخلوش حتى ينشف بزاف، راح يتغير اللون تاعو غير في هاد المرحلة. ونحوه، نجيب مباشرة لو بغا ميكسوغ وهو سخون. هنا برك بالكو يطير عليكم شوية تاع لا كونفيتور راح تحرقكم، دونك غير بالعقل. وطحنوا هذيك هذاك المعجون تاعكم او البرقوق تاعكم. نفس الشيء البنات بالنسبه للبرقوق الاصفر، شوفوا لا تيكستور اللي تحصلت عليها. هنا مباشره تعمروه في البلارات وهو سخون، تقدروا ثاني تعقموهم وتخلوه يبرد وتعمروه كيما تحبوا نتوما.
المهم شوفوا القوام تاعو كيفاش يجي، بزاف بزاف شباب والبنه. واش نحكي لكم من اروع ما يكون، صدقوني. تقدروا ديروا كميات كبار وتخبوهم في دي بواط اون بلاستيك وديروهم في المجمد، تجبدوهم في زمان الشتاء. كيما تعرفوا في الشتاء نسحقوا بزاف المعجون والمربى. شوفوا انا تحصلت على هاد الكميه الكيلو تاع، وكميه واحده اخرى اللي درتها في اون بواط باش نخبيها، تحصلت على 3 معجون الاصفر او البرقوق الاصفر و3 من معجون البرقوق الاحمر. وهذا هو القوام بعد ما برد. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون فادتكم. نقولكم شكرا على حسن المتابعه، لنا لقاء في كيفيه اخرى باذن الله. مع السلامه.